بدر احنا اصحابي بدر قدامي بدر يلا بدر قدامي هناك هناك يلا اهلا وسهلا فيكم في او مو شو انا بدر متاكد انه 100% فعاليه في ازاله البقع وانا جوتارو متاكد انه ما حيزيل اي بقع اومو ده اوكي نشوف نوع البقع هذه المره معنا ايميل من السيده ندى السلام عليكم ولدي عبد الله رجعني من مخيم المدرسه وملابسه مليانه بقع زرع وطين من لعب الكوره غير كده بقعه القلم اللي نسيه من قميصه وقت مسابقه المعلومات العامه حاولت اغسله بمسحوق غسيل ومبيض كنت اتوقع انه الافضل بس ما نظف كل البقع للاسف هل ام الجديد يقدر ينظفها اكيد يقدر ينظفها كيس وحثبت لهذا البني ادم انه يقدر ينظفها وحنتقم انتقام يلا على نفسك غرفه تحدي البقع روح لا نروح روح يلا نروح انا وانت نروح يلا. زي الايميل طين وعشب بس كثير لا مو كثير يا حبيبي يلا وريني اوكي انا حوريك بس بشرط اذا امه ازالها وحيزيلها ابغاك تتزحلق وتبطبط في الطين يا عمي اتزحلق جنابي لو تبغى بطبط في الطين حبطبط في ام الطين لو تبغى اوكي يا عمي ايش بيش يا عمي طين 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 تبغى تتحدى تحدى صح يا اخي اتحدى مع الطين يا اخي انت عنيف في في في, في البقع لا عادي عادي قد التحدي خليك قد التحدي اوكي في مكان فاضي مكانك نسيت شيء حبك مين اوه صح تعال 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 شكرا هات 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 تفضل خليني انا اسوي لك اياه يا حبيبي يلا روح. من زمان نفسي يلا. ابصم اسمع. ابصم لك ايش البصمه دي اوكي يلا وريني اوكي بس حتبطبط في الطين اذا نظف هذا ومو ازالها يا عمي ما حيزيلها يا عمي يلا غرفة التنظيف غرفة التنظيف يلا وعشان نثبت قوة التحدي جبنا القميص اللي كنت لابسه قبل شوية وبقعناه وقسيناه لنصين استنى ايوه يا عمي شايف 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 ده قميص كامل دحين اكيد مو قميص كامل اكيد مقصوص شايفكم طيب انا اسف النص الاول هنغسله بام اما النص الثاني هنغسله بمسحوق رائد اضافه الى مبيض وام حيفوز ام يفوز يا عم اتحداك يا عم شوف مبيض ومسحوق اثنين وانت واحد طيب نجرب نجرب الله 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 ايش النظافه هذه ما شاء الله ما شاء الله وريني جيبها شايف البقعه هذه هذا حق العشب ما راح مين فاز مين فاز زي ما انتم شايفين اومو ازال البقع 100% واذا انتم عندكم مشاكل في البقع زوروا صفحتنا اومو اريبيا اللي في الفيسبوك وشاركونا هي عشان نستخدمها في الحلقات الجايه قبل ما ننهي الحلقة جوتارو فاكر لما قلت لك اني حنتقم منك بطريقتي؟ ايوه ايش بك مسوي فاقد الذاكرة هناك؟ بدر احنا اصحابي بدر قدامي بدر يلا بدر قدامي هناك هناك يلا بدر بدر بلا بدر 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 لا 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 شباب احنا اصحاب بدر 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 نسيت العشرة؟ يلا يلا بطل يلا 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 بطل يلا يلا لحظة لحظة على ثلاثة واحد اثنين ثلاثة يس اشتبهت كمان بعد 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 تابعونا الحلقة الجاية وشوفوا ايش حيصير